وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، أشكل علينا الفرق بين الصفات الفعلية والذاتية. الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا، مثل السمع والبصر والعلم والقدرة، هذه لا تنفك عن الله، والإرادة لا تنفك عن الله. وأما الفعلية فهي يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، يفعلها إذا شاء متى شاء. نعم.